بونجور جو سام تو الموند، ميزان زابونيش راح تكونوا كاع بيان. فيرناس بروكس فيديو جديد هنا، اول مره تشاهد قناه فيرناس بروكس، مرحبا بك سوف تستفيد كثيرا. قناه مختصه في كل انواع الهجره. فيديو اليوم عقود عمل مجانيه في شركه دانون الكنديه، هنا التسجيل بدون شرط اختبار اللغه الفرنسيه دي سي اف تو اف كندا او اختبار اللغه الانجليزيه الايتس، وايضا بدون حساب بنكي. سأشرح لكم لمحة تعريفية على الشركة، وأيضا سوف أشرح لكم طريقة التسجيل والتقديم في الموقع الرسمي التابع لهذه الشركة الكندية. مشاهدة مفيدة للجميع. هذا هو الموقع الرسمي لشركة دانون الكندية. هنا صفحة الموقع باللغة الفرنسية، سأترجم لكم الصفحة وسوف أشرح لكم الموضوع وطريقة التقديم. ابقوا فقط في المتابعة. هنا شركة دانون مختصة في إنتاج المواد الغذائية، وأيضا مختصة في إنتاج منتجات الألبان والمنتجات النباتية. هنا بالضغط على الثلاث نقاط هنا لدينا معلومات على الشركة، معلومات على موظفي الشركة، هنا منتجات الشركة، هنا أنواع وأسماء المنتجات التابعة لشركة دانون. هذه هي الأسماء والأنواع كما تشاهدون. هنا يمكنكم الاتصال بالشركة بالضغط على هذه الخانة اتصل بنا للحصول على أي معلومة. سأترك لكم رابط شركة دانون مباشرة في صندوق وصف هذا الفيديو. هنا سأشرح طريقة التقديم إلى وظائف شركة دانون. هذه هي الوظائف، لدينا حاليا 8 مناصب يمكنكم التقديم عليها تابعة لشركة دانون. سأترجم لكم الصفحة وسأشرح لكم طريقة التقديم. مثلا سوف أقدم إلى هذه الوظيفة أخصائي تطوير البيع بالتجزئة. هنا سوف تجدون كل المعلومات الخاصة بهذه الوظيفة، هنا العمل في مجال المبيعات وتاريخ نشر الوظيفة. سوف تعملون أيضا في شركة دانون بكندا. هنا المسؤوليات التي سوف تقوم بها في الشركة، هنا الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم إلى هذه الوظيفة. يجب أن يكون لديك شهادة جامعية في إدارة الأعمال أو أي مجال آخر ذات الصلة. هنا خبرة لا تقل عن سنتين في دور مندوب مبيعات أو دور ذو صلة أيضا. هنا مثلا اهتمام كبير بسوق السلع الاستهلاكية. إذا هذه هي الشروط. ثنائي اللغة، يجب أن تتكلم اللغة الفرنسية والإنجليزية. هنا اللغة فقط للتواصل في مكان العمل. كما قلت لكم في مقدمة الفيديو، لا يشترطون إثبات لشهادة اختبار اللغة الفرنسية دي سي اف تو اف كندا أو شهادة اختبار اللغة الإنجليزية الآيلتس. هنا معلومات على الشركة التي سوف تعمل فيها، هنا الفريق، هنا إجراءات التقديم إلى هذه الشركة. سوف تحتاج إلى سيرة ذاتية ورسالة التغطية، هنا مكالمة فيديو، هنا لديك المقابلة الأولى، المقابلة الثانية. إذا صارت الأمور بنجاح سوف يرحبون بك في الشركة. هنا سأشرح لكم طريقة التقديم إلى الوظيفة. ستضغط على هذه الخانة يتقدم، تخرج لكم صفحة التقديم كما تشاهدون. هنا باللغة الإنجليزية، هنا أيضا يمكنكم ترجمة هذه الصفحة إلى اللغة الفرنسية أو أي لغة أخرى كما تشاهدون. أنا سأترك الصفحة هكذا، سأترجم لكم الصفحة دي اللغة العربية وأشرح لكم طريقة التقديم. إذا هنا لدينا نجمة حمراء سيرة ذاتية إجبارية، سوف تضغطون على هذه الخانة بلس لتحميل السيرة الذاتية الإنجليزية بالمواصفات الكندية أو الفرنسية بالمواصفات الكندية. هنا سوف أترك لكم رابط فيديو سابق شرحت فيه طريقة إنشاء السيرة الذاتية سواء الفرنسية بالمواصفات الكندية أو الإنجليزية بالمواصفات الكندية، تجدون الرابط مباشرة في صندوق وصف هذا الفيديو. هنا غطاء الرسالة، إرفاق خطاب تغطية، لا توجد نجمة حمراء، معنى اختياري. هنا لدينا الملفات المقبولة بالنسبة للسيرة الذاتية أو خطابات التقديم، هنا إما دوكومو أو بي دي اف أو صورة إيماج، وهذه أنواع الملفات الغير المقبولة. هنا تكتب العنوان البريد الإلكتروني الخاص بك. في الخانة الثانية تعيد كتابة البريد الإلكتروني.
هنا تختار كلمة السر بهذه المواصفات. أن تكون كلمة السر مكونة من 8 أحرف على الأقل. يجب ألا تزيد كلمة المرور عن 20 حرف. يجب أن تحتوي كلمة المرور على حرف كبير ماجيسكيول وحرف صغير مينيسكيول. يجب أن تحتوي كلمة المرور على رقم أو حرف ترقيم واحدة على الأقل. يجب ألا تحتوي كلمة المرور على مسافة أو أحرف. هنا سوف تقوم بإعادة إدخال كلمة السر. هنا تكتب اللقب والاسم الخاص بك. هنا تختار رمز البلد المنطقة. هنا كل البلدان موجودة، أي بلد من خارج كندا يمكنه التقديم إلى هذه الوظيفة كما تشاهدون، من بينها تونس والمغرب والجزائر. مثلا أنا أختار دائما الجزائر. هنا تكتب رقم التليفون فتجيب على هذه الأسئلة. هل أنت مرخص قانونيا للعمل في كندا؟ هنا تختار الإجابة نعم. هنا مكان الإقامة تختار. كل البلدان موجودة، مثلا أنا دائما أختار الجزائر. هنا اجعل ملف الشخصي مرئيا، أي شركة توظيف في جميع أنحاء العالم، أي شركة توظيف في بلد منطقة إقامتي، فقط القائمون على التوظيف يدرون الوظائف التي أتقدم إليها. هنا تختارون هذه الجملة، أي شركة توظيف في جميع أنحاء العالم. هنا تضغط على هذه الخانة الإشعارات، معناه تلقي إشعارات نشر الوظائف الجديدة التي تنشرها هذه الشركة. سوف تصلك إشعار رسالة إلى الإيميل الخاص بك بأن الشركة نشرت وظائف جديدة، ومثلا ستختار الوظيفة المناسبة لك ويمكنك التقديم مباشرة. هنا ستضغط على قراءة وقبول بيان خصوصية البيانات بهذه الطريقة، ثم تنزل إلى تحت وتضغط يقبل. في الأخير سوف تضغط على يتقدم، أنتظر الرد من طرف الشركة. وهنا سوف أترك لكم رابط هذه الوظائف التابعة لشركة دانون الكندية في صندوق وصف الفيديو، يمكنكم التقديم عليها مباشرة. أتمنى أنكم استفدتم من شرح فرصة موضوع فيديو اليوم. فيرنس بلوكس دائما ينشر لكم أي جديد، وأيضا يشرح لكم طريقة التسجيل والتقديم بطريقة بسيطة ومفهومة للجميع. وأنا في المقابل أتمنى أن تدعموا القناة بلايك، بارتاج، اشتراك في القناة إذا كانت أول مرة تشاهد القناة، وتفعيل زر الجرس، سوف يصلك إشعار عن أي فيديو جديد أنشره في القناة. وفيما يخص مواضيع الهجرة إلى كندا، شكرا على المشاهدة وبالتوفيق للجميع.